المزيد انضم إلينا من أضنة في جنوب تركيا مراسلنا محمد المشهراوي، كما ينضم إلينا من القمشلي في شمال شرق سوريا مراسلنا هجار السيد. مشهراوي أبدأ معك الآن، يعني اليوم الثالث بدأ أقارب على النهاية، دائما يقال أنه بعد 72 ساعة تكون الأمال أقل في العثور على أحياء في الزلزال، لكن كيف هو الوضع في بشكل عام بعدما قال الرئيس أنه اليوم الأوضاع أفضل أو جهود الإغاثة باتت أفضل؟ جهود الإغاثة باتت أفضل بالفعل، لكن جهود الإنقاذ تتعثر مع مضي هذا الوقت الذي ذكرته يوسف. لو حصل وأن تم إخراج ناجين على قيد الحياة، الآن سوف يكون تحت عنوان المعجزة، وهذا ما يحاول رجال الإنقاذ الذين نشاهدهم ونتابعهم عن قرب من هنا أن يحققوا هذه المعجزة، وأن يعثروا على أحياء تحت أنقاض البيوت المدمرة في المدن المنكوبة العشر جنوبي تركيا. لكن مع الأسف طوال ساعات النهار رصدنا عمليات انتشال جثث فقط، ولم نسجل العثور على ناجين على الأقل في مدينة أضنة التي نتواجد فيها. هنا فرق الإنقاذ كلها محلية، وكذلك فرق المتطوعين وفرق الإغاثة هبت من مختلف المدن التركية، بعضها يوزع الأغذية والبعض الآخر يساعد فرق الإسعاف والطوارئ في العثور على ناجين، وفرق رئيسية أخرى بهذه المعدات الثقيلة التي قدمت من مدينة إسطنبول تعمل على إزالة أكوام الركام وإخراجها من هذه الأحياء. التصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي جاءت اليوم خلال زيارته وتفقده لمراكز المدن التي وقع فيها الزلزال وتحديدا مركز الزلزال كهرمان مرعش، ردا على انتقادات وجهت لحكومة أردوغان بأنها مقصرة أو انتقادات في التعامل مع هذه الكارثة، يقول الرئيس التركي أنه من المستحيل أن نكون مستعدين لمثل هذه الكارثة، ومع ذلك وعد المواطنين الأتراك بما يودون سماعه ربما في مثل هذه الأوقات العصيبة. أجابهم على تساؤلات بشأن الإعمار، ووعدهم بأن يتم إعادة الإعمار في غضون عام تماما كما حدث في زلازل سابقة. وعد أمر بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لكل أسرة تركية بمقدار 1000 ليرة، أي ما يعادل تقريبا 550 دولارا. توعد ووعدهم بعدم مكوث هؤلاء الأهالي أهالي الضحايا في الطرقات وسرعة إجلائهم إلى أماكن آمنة، وخصص لهم فنادق في مدن كأنطاليا على نفقة الدولة التركية، وأيضا هناك طائرات تقوم بإجلاء بعض العائلات أو آلاف العائلات إلى مدن أخرى، كل ذلك في سبيل الإغاثة العاجلة من الحكومة التركية لهذه العائلات المنكوبة. والعمل جار اليوم، ويعني في هذه اللحظات تدخل ليلة جديدة في أجواء باردة، ومع ذلك تواصل فرق الإنقاذ عملها تحت جنح الظلام مواصلة الليل بالنهار والنهار بالليل. طيب مشهراوي، الآن يبدو أنه في إلى جانب جهود الإغاثة يبدو أنه في سجال سياسي في هذا الإطار، وتصريحات الرئيس أردوغان آخر تصريحين على الأقل كان فيهم تهديدات لمن اعتبرهم يروجون للإشاعات أو يعني يستفزون المشاعر. المعارضة هنا ذهبت إلى مناطق أخرى زارتها، هل يتم يعني هل تسيس الموضوع وهل أصبح في سجال سياسي بالإضافة إلى جهود الإغاثة الآن؟
بالرغم من التركيز على جهود الإغاثة وحتى محاولة الرئيس أردوغان منذ اللحظة الأولى يعني تحييد هذا الموضوع عن السجال السياسي عبر مبادرته بالاتصالات مع رؤساء الأحزاب، أحزاب المعارضة تحديدا اتصل برئيسة حزب الجيد وتشاور معها حول إمكانية التعاون وتكثيف الجهود الوطنية في مواجهة هذه الكارثة وغيرها من الأحزاب، إلا أن كان هناك تصريح من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو الذي قال أنه يرفض الاتصال من الرئيس أردوغان ويرفض التعاون معه وحمله مسؤولية يعني التقصير في التعامل مع هذه الكارثة وعدم الاستعداد لها. ذلك فهم وفسر أنه سجال سياسي، استغلال لهذه الظروف لأغراض سياسية، وهذا ما يبرر ربما تصريح أردوغان اليوم بأننا فعلا من المستحيل أن نكون مستعدين لمثل هذه الكارثة. نعم. ورد استدراكا على ذلك طيب بما أعلنه من إجراءات جديدة في التعامل مع هذه الأوضاع المستجدة. طيب نذهب إلى هجار السيد في قامشلي في شمال شرق سوريا. هجار، كيف هو الوضع؟ أولا، هل هناك مساعدات وصلت إلى المنطقة من أي طرف تحديدا؟ كيف يبدو تبدو عمليات إخراج العالقين من تحت الركاب ما أنها توقفت؟ نعم، بالفعل بحسب المعلومات تنتظر عشرات الشاحنات التي تحمل المواد الإغاثية أممية في معبر باب الهوى، وبحسب إعلان من قبل الأمم المتحدة سوف تسعى غدا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا. وحتى هذه اللحظة بحسب منظمات محلية لن تصل أي مساعدات إنسانية أو إغاثية أو طبية إلى مناطق شمال غربي سوريا، هذا بحسب المنظمات المحلية التي تعمل في تلك المناطق. أما بالنسبة للفرق، كان هناك بحسب بيان للدفاع المدني بأنه كان هناك أول وصول لفريق مصري تقني يضم نحو 40 من بينهم كوادر طبية وأيضا منقذين دخلوا إلى منطقة جنديرس عن طريق معبر الحمام الذي يقع بالقرب من منطقة جنديرس. وبحسب المعلومات وصل الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إلى منطقة جنديرس، والتي تعرف بأنها المنطقة الأكثر تضررا من المناطق الأخرى في كل سوريا. وبحسب المعلومات كان هناك نحو 60 مبنى تدمر بشكل كلي، وأيضا كان هناك مناشدات بأن هناك ضحايا وجثث تحت الأنقاض في تلك المنطقة. وبحسب المعلومات والمصادر الميدانية بأنهم انتشلوا منذ الصباح نحو 200 جثة واحدة في منطقة جنديرس، ليرتفع أعداد الضحايا في منطقة جنديرس وحدها إلى نحو 500 مدني فقدوا حياتهم. بالنسبة لمنطقة إدلب أيضا هي بالسوء نفسه كما يقول الناشطون في تلك المنطقة، هناك أحياء كاملة تدمرت ولم يصلها حتى هذه اللحظة الدفاع المدني أو أي فرق إنقاذ إلى تلك المناطق. وبحسب مراقبين أن الأعداد في تزايد مستمر، لأن هناك أحياء كاملة مدمرة لم تصلها بعد الدفاع المدني، وخاصة بعد مرور أكثر من نحو 60 ساعة على الزلزال الأخير، وهذا يقلل من الأمل وجود أحياء تحت الأنقاض في ظل هذه الظروف الصعبة والظروف المناخية التي تعيشها المنطقة. وبحسب الخبراء والأطباء لا يستطيع الإنسان التحمل تحت الأنقاض لأكثر من 72 ساعة للأسف الشديد. نستطيع القول بأن خلال ساعات سوف تتحول العمليات من إنقاذ المدنيين تحت الأنقاض إلى انتشال الجثث للأسف الشديد.
بالنسبة لمحافظة حلب كان هناك إيصال مساعدات إغاثية وأيضا طبية من بعض الدول العربية ومن بينها الإمارات العربية المتحدة وأيضا من العراق عن طريق البوكمة الوصول إلى محافظة حلب، وكانت تحمل عربات ومعدات وآليات ضخمة بحسب المصادر. وأيضا كان هناك دخول لهلال الأحمر الجزائري إلى محافظة حلب، وبحسب المعلومات كان هناك إنشاء لمشافي ميدانية، وخاصة بعد عدم قدرة مشافي حلب استيعاب المصابين. نحن نتحدث عن آلاف المصابين يتواجدون في تلك المناطق، وبحسب الخبراء ما يحتاجه السوريون في هذه اللحظات هي المعدات الضخمة، الآليات الضخمة التي تستطيع والإسراع في انتشال الجثث من تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن أكثر من 400 مبنى دمر بشكل كامل في مناطق في محافظات الخمسة السورية. أما بالنسبة لمناطق الإدارة الذاتية بحسب المعلومات ومصادر خاصة داخل الإدارة الذاتية بأنهم بانتظار موافقة من الحكومة السورية لتسليمهم بعض المواد وصهريج الدفعة الأولى. بحسب المعلومات سوف تدخل كنوع من المساعدة أكثر من 100 صهريج من مادة الوقود إلى مناطق إلى محافظة حلب. وأيضا كان هناك مساعدات إنسانية وأيضا إغاثية توقفت في معبر أم الجلود والتي تفصل ما بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية. وبحسب المعلومات هناك موافقة مبدئية من المعارضة السورية باستلام المساعدات الإغاثية التي تقدمها الإدارة الذاتية. طيب هجار اسمح لي هنا، يعني في كلام انه يعني من دمشق تقول انه في وساطة روسية، يعني روسيا ايضا لديها جهود إغاثية في سوريا، وانه في وساطة روسية بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق. عن يعني هل في تواجد روسي ولا يعني ماذا ما الذي يقوم به الأمريكيون مثلا، لأنه في أيضا في قاعدة وفي بعض الأمريكيين أو المستشارين هنا، ما هو الدور الروسي والأمريكي تحديدا في شمال شرق سوريا فيما يتعلق بهذه الكارثة؟ نعم، أريد أن أعطي رأيي. السوريون لا يحتاجون في هذه المرحلة في هذه الفاجعة الكبيرة إلى ضامن أو الضامن الأمريكي أو الروسي لإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية. الهلال الأحمر الكردي قبل يومين أرسل عدد من القوافل والمساعدات الإنسانية إلى أحياء في محافظة حلب. كرأي شخصي لا يوجد أي دور لروسي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية أكدت بأنها سوف تقوم بتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للمعارضة السورية وأيضا محافظة حلب عن طريق شركائها المحليين، وتقصد بها قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. نتحدث عن مادة الوقود وأيضا المساعدات الإغاثية والإنسانية التي يقومون بجمعها هم من أهالي، وكان بالتحديد اليوم من أهالي محافظة الرقة تم استلام الكثير من التبرعات وأيضا المساعدات وما يستطيع الأهالي تقديمه، وتم إيصالها إلى معبر أم الجلود الواقع بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية. وبحسب مصادر خاصة بأن المعارضة السورية سوف توافق على إدخال هذه المساعدات إلى مناطق المنكوبة شمال غربي سوريا.